الليلة الافتتاح ولغاية 27 ديسمبر كل اللي بيحبوا الفن تحديدا هذا النوع من الفن مجموعة من 16 عمل أكثريتهم بورتريات لنساء، إنما هالبورتري النسائي ما بيشبه بقية البورتريات، هني أعمال تحت عنوان عريض سمته إيما حركة وهو سكراتشت. صباح الخير إيما. صباح النور. هذا منه المعرض الأول لإلك، عملتي معارض يعني قبل، علما إنه معرضك صغيرة بالسن بس عم تعملي معارض دائمة. إيما ليش سكراتشت؟ شو المقصود بسكراتشت؟ سكراتشت مثل ما نحن بنفهمها؟ إيه يعني عم بحاول، يعني هو في سببين، سكراتشت إذا بدك بطريقة حتى المعالجة، يعني في نوع من الخرمشة بالألوان بالتكستشر بالملمس، وكمان في انه سكراتشت هن ملامحهم لهالنساء رسمتهم فيها هيك شوي قسوه شوي تعبانين بتحسي، فهي انه عم شغلتين عم بحاول اعملها. ليه اخترتي تصوري بس نساء؟ بس النساء بيتعبوا؟ لا يعني بتصور يمكن لانه انا انه انثى فانه اقرب لي عبر عن نساء، بس انه ما في سبب لانه بس معروض النساء. معقول تعملي يعني معرض ثاني بقلب رجال؟ ممكن ليه لا؟ قررتي انه هالنساء اللي عم ترسمي البورتريات عندهم نوع من عنف، من حزن، من تعب، ليه؟ ليه هالصوره السلبيه؟ ما بتصور سلبيه كثير، يعني في منهم حتى خصوصي بهيدا المعرض يعني بتحس الوجه ممكن مرتاحين او شيء، بس بيقطع مثلا كابشن باللوحات او شيء انه عم بيصير شيء بشع حواليهم اذا كيف بدك، يعني يا ريت جاي بصورهم. في كم عمل النساء مثل في مثلا مره شوي ضيقه خلقه بتحسي طريقه التعبير هيك، وبيقطع كابشن تحت كيف بيقطع بفيلم انه في كار بومب اوتسايد، انه مثل يعني بخلفيه هاللوحات بخلفيه هالاعمال في شيء، ايه يعني كل يوم عم نعيش وعم نسمع بس انه عم نكفي بس موجود بالخلفيه، يعني هيدا اللي عم بحاول اعبر عنه اذا بدك. ايما انت قلتي لي انه اللي رسمتيه رسمتيه بشكل يعني مش عشوائي بس بشكل لا ارادي لا واعي، رسمتي الرسمات اللي عم تشوفيها او اللي عم بتحسيها. مزبوط. يعني ما قصدتي رساله معينه من وراء هالرسمات. لا يعني ما بتصور هيدا الحلو بالفن انه ما في رساله وحده، يعني هو المتلقي لما يشوف هالاعمال كيف حيقراها كيف حيفهمها، كيف ممكن في ناس يحبوا ممكن ناس يقولوا انه يي مره عينها واجعتها انه ليه رسمي هيك، يعني بتختلف عرفتي كل شخص هو خلفيته. بتحبي هال يعني مفعول اللي بتعمليه على العالم انه يجوا كل واحد يقرا اللوحه مثل ما هو بده؟ بتصور هيدا هو الحلو يعني بشغلنا انه كفنانين انه تاركينها مفتوحه عرفتي، وكل شخص هو كيف بيقرا العمل، وبالعكس بحس بيغنيني انه اسمع اراء مختلفه اكثر من انه راي واحد او انه ايه، ومن هيك تركيتها شوي مفتوحه يعني للتفسيرات. في حدا معين بتستشيري بلوحاتك او بتاخذي رايه؟ هلا بلحظه اللي عم برسم ما في حدا، يعني شعورك على ورق ايه خلص وبسحب يعني بسري ممكن، بس ما غلط يعني اوقات بستشير عالم لما كنت صرت عامله اكثر من لوحه انه شو رايكم، لانه لما انت كثير مندمجه بالعمل بتصير كثير غرقانه عرفتي، بدك حدا من برا يقول لك انه هو شو شايف، ومش بمعنى انه غيري او اعملي، بس بحب اسمع انه بعد ما اكون عملت قسم كبير انه بتغيري شو شايفين. اذا حدا قال لك غيري بلوحاتك او ما بتغيري؟ لا بس بسمع، يعني ممكن في يمكن كومنتس من وقت الجامعه يمكن اساتذتي قايلين لي اياها وبتبقى عرفتي، بعدين يمكن بعد سنه بعد سنتين انه معهم حق، يعني بحس هو الشغل عم بيتطور، يعني مجرد ما عم برسم كل يوم بيشبهوا رسماتك بيشبهوا بعض من وقت ما بلشت ترسمي لليوم؟ لا في كتير اختلاف، بس كمان في يعني بكل اعمالي هلا بالسي دي جي باعمال قديمه واعمال من هيدا المعرض دائما في الهيومن فيجر، يعني الانسان دائما حاضر باللوحات وشخص واحد، يعني سنتر اللوحه دائما شخص واحد. شخص واحد. خلينا نشوف مجموعه من هاللوحات هيك تفسري لنا عنهم اكثر. هيدي لهيدا المعرض، هيدا البورتري اللي اخترتيه انه يكون هو يعني الصوره اللي بيعبر عن هيدا المعرض. حامله ست حامله سكينه، شو ناويه تعمل بهالسكينه؟ قطع ملفوف او دفع عن حالها وحده منهم. سو هيدي كمان من هيدا المعرض. ليه عم نشوف هالقد في عنف على الوجه؟ يعني كانه هلا هيدي من شغلي القديم على فكره، شوي يمكن طريقه المعالجه اقسى، بستعمل مشحاف بستعمل، بس دايما كمان الخلفيات اذا ملاحظه رايقه،
يعني بس بدي الشخص هو يبين يكون اون فالور او اون ريليف. هيدي من هيدا المعرض كمان القديم. هلا كل الشغل اللي حيقطع بعدين قديم، في الوان يمكن اكثر بالشغل القديم، في بهيدا المعرض اكثر جربت خفف قد ما فيي لبس التعبير أخر. يكون ايه قوي. هو كله من شغلي القديم كمان، دائما في الفيجر وفي حواليهم شغله، وكمان بجرب الخلفيات ما يدلوا على مكان معين او بيئه، انه اكثر بيكونوا نيوترال كانه بأي مكان بالعالم، يعني باي مكان وباي زمان. انه ما هاي كمان من شغلي القديم، يعني دائما موجود الأسوأ موجود. عطول نساء في أعمال مش نساء، بس برتاح أكتر أرسم نساء، يعني ما بعرف ليه. إذا هيك عم يطلعوا معك، يعني هيك عم يطلعوا معك، شو بتسمعي تعليقات على لوحاتك؟ ما بيقولوا لك كثير سلبي إنه ليش هالقد حزينين؟ في ناس هيك بيقولوا مزبوط، وفي ناس بيعجبهم وفي ناس نيوترال، يعني ما بيعني لهم يمكن هيك نوع من الفن. بس بتشوفي شيء من شخصيتك بهاللوحات؟ يعني بتطلعي بتشوفي حزن معين او قلق معين او بتصور يعني حالة لو نفسية. لو ما شايفتها او ما معبره عنها مباشره، عرفتي، بس بتصور يعني عم بيطلعوا مني انه اكيد في شيء، بس انه انا بالعاده انسان عرفتي كثير فرحه ومبسوطه يعني بحياتي، بس انه اكيد كلنا يعني عايشين جو توتر قلق كل يوم بيومه يعني. ف اما انت قلتي انه في مثل بتحطي تحت كل لوحه من اللوحه او وحده من اللوحات حاطه تحتها تفسير، كم لوحه اي هن اللي اخترتي تحطي تحتهم؟ اي هن اللي اعتبرتي انه انا بدي توصل الرساله مثل ما هي ويفهموا ليش في هالاكسبرشن على هالوجه او هالتعابير على هالوجه للناس اللي عم تابعوا المعرض؟ ما حدا بيعمل هيك عاده من الفنانين، يعني ما حدا بيفسر لوحته. لا هو حتى مش تفسير، يعني اكثر من انه حبيت بهول العملين تقريبا من اخر السيري، يعني كان صرت باخر السيري اللوحات، مش انه فسر بس لانه تعبير على هول الشخصيتين نقيتهم يكونوا محايد، يعني ما في وجههم بتشوف مرتاحين، ما فارق معهم، عايشين انه مثلنا يعني عم نعيش ومبسوطين، بس حطيت هالكابشن انه لو ما مبين الاذى او الوجع فيزيكلي انه موجود يعني بالباك دروب بخلفية حياتنا، يعني هيدي بس حبيت وصل هاي انه لو منبين هالقد مبسوطين وعم نعيش، وانه ممكن الألم يكون مخبى مش مبين يعني، بس ما معناتها مش موجود. اكزاكتلي exactly. فهيدي ايما مين بتتابع من الرسامين الفنانين اللبنانيين؟ بجرب تابع كل شيء، يعني كل شهر شو في معارض شو في هيك بحب احضر، يعني من وقت الجامعة لهلا، انه وقت الجامعة كان يمكن محظوظين اكثر انه في فنانين معنا عم نشتغل، تلاميذ اساتذة بتضلك بالجو، لما تخلصي بدك تعملي جهد اكثر لتضلك بالجو تشوفي، فبجرب الكل يعني من عمري. في حدا معين بيلفتك بتحضري على طول معارضه او بتتابعيه على طول؟ الكل عن جد، ما بقفي معرض يعني. بتحبيهم كلهم؟ لا اكيد في شيء شغل بحبه وفي شغل ما بحبه، ما في شغل بيأثر، في شغل مين تأثر عالميا؟ لنقول بمين تأثرتي؟ عالميا كتار يعني طبعا. في من ما بعرف من الكلاسيكس، من رامبرانت، دافنشي، لاجداد، لفرانسيس بيكن، ايغونشي، يعني كثير كتار عن جد. اذا بدي عد اللوحات اللي بتعمليهم بيرسموا بيشبهوا لوحات حدا الستايل او طريقه الرسم؟ هلا على فكره بالفن هلا الكونتمبرري المعاصر ما في مدرسه معينه، يعني بتحسي دائما الفنان شغله على تقاطع اكثر من مدرسه، يعني تعبيريه يمكن شغله فيجوراتيف انه تعبيري، بس كمان في فيجر في شخص، انه بتحسي تقاطع دائما اكثر من مدرسه فنيه شغلنا عم بيكون. كمان بتصور بيعكس عصرنا كيف انه هلا صار كل شيء صح متداخل ببعضه، العالم كله صار، فهو كمان عم بيبين بال صح. المعرض وين عم بيكون المعرض لوحاتك بتبدا اليوم؟ المعرض اليوم الافتتاح الساعة 6 بجاليري رجاء نعمة سيرتان بغزير كفر حباب. بعطي العنوان ولا فيكي تعطي العنوان؟ ما بيضيع يعني على الخط العام بناية إلي حداد. نحن بنقول لك جود لك سكراتش، لكن هو عنوان معرض لقمة حركي بيحمل 16 لوحة من اللوحات اللي شفتوها، وبيستمر المعرض لغاية 27 ديسمبر. بعد البريك رح نكمل بقى لايف، خليكم معنا.